نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نحن هنا. اليوم حنا وياكم في فعاليات البرنامج التدريبي رخصة قيادة الأسرة بتنظيم من جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي. هذا البرنامج الذي يهتم بتنمية وتطوير المهارات لدى المقبلين على الزواج. نحن وإياكم نتابع فعاليات هذا البرنامج فإلى هناك. الزوجية كأس شاي مر، فيها مسؤوليات وفيها والأشياء الجميلة، آداب ومفاهيم وكذا، مكعبات سكر، والملعقة بيدك أنت، أضبط كأسك كما تريد. واضح هذه؟ نبني نمشي؟ خلاص. طيب، إذن أول قاعدة من القواعد، القواعد الذهبية في السعادة الزوجية. واحد، مثلث تأليف القلوب، اقترب من ربك يقترب إليك زوجك. زوجك هنا ذكر أنثى باللغة العربية، ها؟ اللغة العربية زوجك يعني زوجتك أو زوجك. هنا أو بالأحرى تنحط قلب. وهنا قلب. يا سلام. حط في سهم هنا. زين؟ كلما اقتربنا من الله، علاقة بالله عز وجل ارتقينا بها، كلما اقتربت القلوب. قاعدة ثانية، حرك السكر في الشاي. حرك السكر في الشاي تعني أن تضبط القواعد هذه، لا تنساها، تراجعها. واللي حقون الملكة ويقول لي وش أقول بالملكة وش دخل، الآن ستكون عندك قواعد مبادئ كثيرة تتحدث فيها. بالجملة هناك معايير حتى تنجح هذه الشركة في توافق الشركاء، الزوج مع زوجته. وقد ذكر في الحديث تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا الشارع أعطانا معالم عامة، ولا يمنع أن يكون هناك أيضا معايير أخرى. ثم تأتي عادك العاد يعني التمازج بين هذه وهذه يحتاج إلى أن يعني نختار بعناية ونوازن بين الصفات، وبعض الصفات تختلف من شخص إلى شخص. بعضهم يرى الجمال
طب هو العامل الأول يقول لي أنا ما يمكن أشبع إلا أن تكون جميلة جدا جدا بعد. فهذا نعطي معيار الجمال علامة رقمية أعلى. علما بأنه الجمال لا يدوم وتبقى يرجع، سواء الجميلة جدا جدا ولا عادية الجمال ولا غير جميلة، سترجع في الأخير إلى جمال الروح وحسن التعامل. لأن الإنسان إذا استطالت عليك بالقول تكرهها لو كانت ملكة جمال العالم. اللي عندي الآن اللي مررت فيه على هالسنوات هذه الطويلة يكرهها. ليه؟ طيب تزوجتها؟ قال أنا طبعا كنت يعني هي جميلة الصراحة، ثم قلت الله يهديها. هديها إيش؟ لازم يصير اختيار صحيح وبطريقة صحيحة، لأن بعضنا يعني يحفظ الحديث لكن إذا جاء التطبيق وقالت لأمه هذه 3 بنات يا وليدي، الأولى 20 متدينة عادية الجمال ثانوية ليست من مدينته، يعني أهلها ما هم بالرياض، يخطبها هناك في الديرة ولا أي مكان ويجيبها للرياض. ثانية 25 عادية تدين متوسطة الجمال جامعية. الثالثة 29 قليلة التدين جميلة. طيب وقليلة التدين يا الحبيب؟ قال الله يهديها إن شاء الله، ما بكسر وديها العمرة والله يهديها. ليست من مدينة، غنية جامعية. وبعدها سنوات، ماني قايل عدد سنوات، جاء قال لي أبقى أطلق زوجتي. ليه سلامات؟ ليه؟ قال والله ما أدري، سب وشتم بل تضربني بعد. أي جميلة، في الجمال ليس بالشرط، ليس بالشرط، نفور عجيب. حاولت بقدر الإمكان، لأن عندهم أطفال الصراحة، عندهم أطفال، حاولت بقدر الإمكان لكن ما استطعت. الجمال لا يدوم، هذا ليس إغفالا له، لكن لا تجعله هو المعيار الأكبر والذي تنسى فيه بقية المعايير. سؤال أهل الخبرة والاختصاص، والآن فيه بالمجان تتصل، ألو إذا سمحت أنا اختلفت مع زوجتي، زوجتي تبقى تسافر وأنا حقيقة عندي ضيق يد، عندي إيجار وقسط وكذا، والآن حنا لنا يعني كذا يوم ما نتكلم مع بعض والسبة إنه، وش الحل؟ يجي مخصص لهذا يجيبك على هذا بدل ما تدمغ لي القضية. أهلا بهم أهلا بالقرب أهلا هذا هو البيت أهلك يلا، وبعدين تروح البيت أهلها وتجتمع مع الأم وتقول لهم قال لي كذا وكذا وفعل كذا وكذا. الآن تحولت من قضية سفر إلى إيش؟ إلى سب وشتيمة وطق وكذا. وبعدين ندخل حنا الأب، ولو كان في أخوان أيضا من بعضهم قد ما يؤتى حكمه وكذا، أوف. وبعدين بدأ ما نحل حنا ويا الزوج وزوجته وهي قصيرة يعني ضيقة، نحل ويا أم وهذه والقبيلة وتجي شغلة. فإذا سؤال أهل الخبرة، الإطلاع على بعض المواقع المأمونة اللي ترسل منها ناصح نت، خلني أشجع أنا هذا موقع أحد خدمات مشروع ناصح. مشروع ناصح عنده خدمات كلها مجانية من هالموقع. ادخل الموقع فترة الملك، ستجد فيها ما يسرك في قضية الملك مثلا. تبقى شيء يتعلق مثلا في الإدارة العاطفية، اكتب علاقة العاطفية الزوج، أعطني يا ناصح يعطيك.
تبقى تقرأ كتاب مجانا فيه حوالي 75 كتاب منتقي لك إياها، نرى أهميتها، نزلها PDF ببلاش. حنا عندما نتحاور ونختلف، اختلافاتنا ما هو يعني لازم أن نصنفها حتى بناء عليه وجهة النظر لمن تكون. لاحظ، شوف، عندي هذه الدائرة دائرة الحقوق، يعني الواجبات. لو اختلفنا فيها، أنا اختلفت مع عبد الله، مع زوجتي مثلا، فإن المرجع فيها لصاحب الحق. يعني قالت لي، قلت لها أنا بسكنش مع والدتي، والدتي مريضة وأنا وحيدها، لو 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 كذا. قالت لي لا والله معليش، أنا زوجة وأبقى بيت مستقل. اختلفنا الآن، اختلفنا. طيب هذه الآن في دائرة إيش؟ الحقوق والواجبات. طيب عندي دائرة ثانية، الدائرة الثانية هي باب الكماليات. اختلفت معها أننا نبي نسافر الأبهى، لكن مو بالأسبوع ذا، الأسبوع الثاني جاني ظرف، قلت له الأسبوع اللي بعده. اختلفنا، لا إلا حط في هذا الأسبوع، ما نسافر لأبهى، نروح نسافر للشرقية. هذه الخلافات وين قاعد تدور؟ في الحقوق ولا الكماليات؟ كماليات. هذه مهمة حبيبي يا بنتي، هذه مهمة جدا، لأنها ستعطينا أفق للحوار، وكيف إذا اختلفنا وش الشيء اللي نختلف فيه وكيف راح ندير. الاختلاف الثالث في دائرة السلوكيات. أنا ما أحب الحق، زوجتي تحب أن المكيف طافي حتى في أغسطس أو تموز. أدخل للصالة ألقاها جو زين، وين زين، حر ربي. هذا سلوك، يعني في الطبع. أنا أحب الرز مع أحب الأسماك، هي ما تحب الأسماك، سلوك. وقص عليها سلوكيات. بعض الناس يخبطها خبط ينافع عن الكماليات كأنها حقوق. ما أنا إما تعطيني هدية البنت خالة عمة جدتي والدة، أو بروح البيت أهلي. يا بنت الناس، أنا والله عندي قسط إيجار ما أدري وين منين أدفعه. والله ما أدري أنا، هذه مشكلتك. لا حول ولا قوة. إذا سمحتي أرجوك، هذه الآن ممكن أجلها، ممكن لا، ما في هذا، أنت بدي هذا عيب، أروح عيدي فاضية ما أدري وش. يا بنت الناس اسمعيني، والله لو أمتلك كذا إلى آخر. طيب تدري شلون؟ اجعليها 50 ريال بدل 100 وكذا. لا لا لا، الآن القضية إحنا وين قاعدين نتكلم؟ في الحقوق ولا السلوكيات ولا هذا؟ أجيبوني يا حبيبي. بالكماليات. هنا إذا اختلفنا فإن الاختلاف يعود لصاحب الفضل. شف، لصاحب الحق، هنا لصاحب إيش؟ الفضل. وقلنا بأن الحياة الزوجية تقوم في سعادتها ونجاحها على التوفيق، على توفيق الله عز وجل للزوجين. وذكرنا مثلث تأليف القلوب في العلاقة بالله عز وجل، اقترب من ربك يقترب إليك زوجك. هذه الإدارة الإيمانية مهمة، وينبغي أن يكون لها تطبيقات عملية عندنا في حياتنا الزوجين، مثل
أولا بالنسبة لأهميتها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أو كما قالت إحدى المطلقات وهي قاعدة لكن لن نتكلم عنها هنا في التوسع، نتكلم عنها في دورة قواعد الذهبية. جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية، قالتها إحدى المطلقات ملخصة لتجربتها في حياتها الزوجية. ابتدأ أمورهم لا بأس في التدين، وانتهى بهم المشوار إلى الطلاق عندما كثرت الذنوب. والذنوب يا إخواني، أسأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا، الذنوب تهدم حضارات ودول قائمة بجيوشها، بجيوشها يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. الذنوب يعني أكيد المعاصي الآية هذه صحيح، لكن معاصي زي إيش؟ معاصي مثلا، لأننا نسمع معاصي كثيرة بين الأزواج. نعم، هي إذا تراكمت العلاقة الزوجية مثلا، أو ليس بالشرط ترك الصلاة، بالضبط ترك الصلاة أو التكاسل بها والتباطؤ عنها وتأخيرها حتى يخرج وقتها، هذه ذنوب تقل بها الأرزاق وتكثر فيها الذنوب بلا شك. والله عز وجل ربط يعني اتباع شرعه بفتح باب الطيبات، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هكذا. فكلما كثرت يعني الذنوب في داخل البيت، كلما قلت بركته وقل رزقه وكثرت مشاكله. وهذا بالمناسبة، لأنه حتى لا يقول واحد، مع العلم أنه تأصيل الشرع واضح وصريح ويقول به العلماء، لكن لو تركنا هذا ولا ينبغي لنا أن نتركه، لكن لو وضعناه ورحنا، تعالوا يا الغربيين، تعالوا أنتم يا الليبراليين ويا العلمانيين، تعالوا وش تقولون؟ قالوا والله حنا نقول أنه هيتون وجولدمان قالوا والله خلينا نشوف هي التدين لها أثر ولا ما لها أثر، في دراسات محكمة صحيحة ما يقبل فيها، ما هو كاتب صحيفة، لا، دراسات محكمة على شريحة ما شاء الله، شوف كم 7446 في أهمية التدين في الحياة الزوجية. قالوا وش نتائج الدراسة؟ كلما انخفض مستوى التدين ارتفع معدل الطلاق وانخفض عدد الأبناء. دراسة ثانية لإلسون 2001 ل 13017 زوج وزوجة شريحة، نتائج الدراسة كلما ازداد التدين انخفض العنف الأسري. دراسة ثالثة، دراسة الطاهر محمود 2000 لشريحة 220، نتائج أن قيام أحد الزوجين بالأنشطة الدينية مع الطرف الآخر مثل الصلاة ومناقشة القضايا الدينية يزيد من التوافق الزوجي، أو كلاما نحوه، حاولت أن يقرب، يعني قيام الأزواج بأنشطة دينية مع بعض مما يزيد من التوافق. وأنت فعلا عندما يقوم الرجل من الليل ويوتر ثم يوقظ أهله ويوترون ويصلون ويذكرون الله، فلا شك أن رحمات الله عز وجل ستتنزل على هذا البيت، وأن الشياطين ستهرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايش سوى؟ ثم ايقظ اهله. رحم الله، من الذي يقولها؟ يقولها سيد البشر عليه افضل الصلاه والسلام. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم نحن هنا. تابعنا وإياكم فعاليات البرنامج التدريبي رخصة قيادة الأسرة بتنظيم من جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي. إلى لقاءات قادمة تتجدد بكم في أمان الله. No.